عام 2020 يمكن غادي ننقزو، انا غادي نمشي من 2019 ل 2021 ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى يا رب انه 2021 تدخل بصحيحه والعافيه وتكون احسن من السنوات اللي مضاو، وتكون يا ربي فاتحة خير على بزاف ديال الناس باش تنسيهم كل الالم اللي مرات في 2020، لانه 2020 هي كانت سنه سوداء بامتياز. يعني الحمد لله على ما عطانا الله والحمد لله على ما قسم لنا الله، لكن فقدنا فيها بزاف ديال الناس، المو فيها بزاف ديال الناس، مرضوا فيها بزاف ديال الناس، احبابنا وصحابنا وناس قرابين لينا. ما كانتش سنه هينه، هو الحمد لله ربي هونها علينا لانه دازت بسرعه ما حسيناش بها، ولكن في هذه السرعه اللي مرات بها مروا فيها بزاف ديال الاحداث اللي خلونا نتالموا. كنتمنوا من ربي انه يفرجها علينا ويفاجئها علينا. ما بقى والو 2021، نتمنى انها تكون سنه جميله ان شاء الله. النجوم الاولى حتى ساعه متوقفه، لانه في ظل هذه الجائحه ما يمكنش انه نغامروا بسلامه الفنانين، بسلامه الطاقم اللي كيشتغل معنا، بسلامه الجمهور اللي كيجي يحضر معنا. فرحنا تبارك الله كنكونوا تقريبا 200 شخص في البلاطو، فما يمكنش نغامروا انه نكونوا مجموعين كاملين في البلاطو، وما يمكنش السهره انها تكون واحد من طاقم او واحد من الناس يكون غايب، ما غاديش تحل علينا. فاحنا خصنا كلنا نكونوا مجموعين، لهذا فالسهره متوقفه حتى اشعار اخر، حتى تحسن الظروف ان شاء الله. صلاح الدين الغماري الله يرحمه، هو ماشي صديق ديالنا او زميل ديالنا، هو صديق المغاربه كاملين واخ المغاربه كاملين وولد المغاربه كاملين. الحرقه اللي شفنا صلاح الدين كيهضر بها في ايام الحجر ومن بعد الحجر، النصائح اللي كان كيقدم وكيفاش كان قريب من الناس وكيفاش تعاشر مع الناس وكيفاش دخل قلوب الناس. صلاح الدين في القناه الثانيه او في الشاشه منذ سنه 2000، لكن النجاح اللي حققه صلاح الدين الغماري في 3 شهور ما حققه حتى شي واحد، وما يقدر يحققه حتى شي واحد. صلاح الدين يعني بينه وبين الله شي خير او شي حسنه كبيره باش خلى انه 40 مليون مغربي يدعي معاه، و40 مليون مغربي يترحم عليه، و40 مليون مغربي يتمنى انها لو كانت الظروف تسمح انها تمشي في الجنازه ديالو. جنازه اعلامي ما دازتش وما غاديش تدوز، كانت جنازه خاصه وكانت جنازه مهيبه. نتمنى ربي يرحمه ويغفر ليه ويجعله في الفردوس الاعلى، وكنتمنى انه كل الاعلاميين اللي كيشتغلوا في نفس المجال اللي كيشتغل فيه اللي كان كيشتغل فيه المرحوم صلاح الدين الغماري، انهم يشتغلوا بنفس الحس الوطني وبنفس الحب وبنفس التفاني باش يقدروا يوصلوا ولو شويه من داكشي اللي حقق صلاح الدين الغماري الله يرحمه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع اصحابكم.